بعض المرضى يبقى بيشتكوا بشكوى معينه وتلاقيها لفت اكتر من مره واكتر من سنه على تخصصات مختلفه. مريضه كانت بتشتكي لي وبتقول لي يا دكتور انا مشكلتي الاساسيه في التبول، مشكله تكرار مع الم، كنت مش عارفه اتحكم في ده لدرجه لما كنت بنزل كانت اختي قريبه من السوق اللي بتنزل تشتري، كانت نعمه عليها ان اختها تبقى جنب السوق عشان كل شويه كانت تروح ترجع وتخش عندها التويلت، كانت تبقى صعبه جدا لو راحت مره ما لقتش اختها لان عقبال ما بترجع بيحصل تبول لا ارادي وهي بكامل وعيها وهي ماشيه ومحدش قدر يوصل للتشخيص هل من صعوبته ولا مرض نادر. مريضه تانيه كانت خرسه وعايشه في قصه رهيبه، اذا كنا صوتنا بيصل واحيانا لا يسمع، فتخيل اللي هو في الظروف دي يصل ازاي ولا يسمع ازاي، وبالتالي تعبيراتها ولما بتروح واحنا احيانا مش مؤهلين ان احنا نسمع بعض الذوات او اللي هم ليهم احتياجات خاصه او ظروف خاصه هنسمعهم ازاي، وطلع في الاخر برضو عندها مرض، هل هو نادر ولا الوصول له نادر ولا الموقف ازاي. فتعالى دكتور ايمن النهارده هبدا معاك النهارده باستضافه لمده ثانيتين، هسمعك صوت على شاشة حلو وتقول لي ايه الصوت ده، هتختبرني يعني. اختبرك نسمع ماشي نسمع المفاجأة دي. ده صوت ايه من غير مربكك ومن غير ما نخش في متاهات كبيرة؟ لا ما صوت حصان، صوت حوافر حصان، الجالوبريزم بتاع بتاع الحصان. ماشي نشوف الصوره. حصان فعلا، حصان. طيب نقف ونرجع تاني، اسمع الصوت اللي جاي وقول لي ده صوت ايه. ده صوت هو نفس حصان برضه، نفس صوت حصان. الصورة نجيب الصورة الأخيرة. يعني حمار وحش يعني. حمار وحش. ايه المقصود؟ علمونا طول العمر لسنوات من العمر ان لما تسمع صوت الحوافر حصان، عندنا to listen to the beat of hoof او hoof beats، ده حصان. فمشعودش تشغل بالك. ده كان في سنة 1944 أحد من الأطباء العظام في بنسلفانيا قال لأنها كانت مليانة حصانة، لما تسمع صوت الحوافر إنه حصان مش حمار وحشي، صح كده؟ معناها فضلت دي سيركل في كل المراكز والمعاهد الطبية معمول بيها، لما تكون الحالة سهلة فكر في السهولة، ما تفكرش في حاجات نادرة. حلوة دي. ما تفكرش في الأمراض النادرة. لا نرجع الصورة اللي فاتت دي لأن دي قاعدة طبية مهمة جدا لشباب الأطباء. قاعدة طبية نرجع بيها تاني الصورة. الصورة اللي فاتت الأخيرة. أيوة دي. Why the zebra؟ لماذا الحمار الوحشي؟ هنتكلم النهاردة كتير قوي عن كده. لما عندما when you hear the sound of hooves think horses not zebras. يعني لما تسمع لصوت الحوافر فكر في الخيل الاوان وليس الحمار الوحشي. بمعنى بترجمها طبيا بمعنى لما حد داخل لك بكح عنده رعشه وفي رشح وبيعطس، ده في الغالب نزله برد مش كانسر رئه، ما تروحش تفكر ان هو ممكن يكون دينجو فيفر، حاجه نادره جدا، او ساركيدوز. ساركيدوزس. وفضلت الـ 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 المقوله دي ماشيه لسنوات من العمر. فكر في المرض الشهير قبل ما تفكر في الامراض النادره. الامراض النادره. فدلوقتي بقى الزبرة او الحمار الوحشي معناه النوادر، ومعناه انه الرير ديزيزز، ومعناه الامراض النادره. فهل الامراض النادره نفكر فيها ولا نخلينا منطقيين ونفكر بشكل معقول قوي لكل حاله مفردها عن الاخر؟ هي الأمراض النادرة سميت لأمراض نادرة
هل ندرتها من تعدادها ولا ندرتها من عدم تشخيصها ولا أدوات تساعدك في التشخيص؟ بمعنى يعني في الولايات المتحدة الأمريكية قالوا المرض النادر هو المرض الذي يصيب واحد لكل 200,000، يعني كل ما تلاقي 200,000 سلام ما عندهمش المرض ده أقل أكتر من كده يبقى إيه مرض نادر. يعني لو قال لو كل مثلا 200,000 أو 150,000 أو 100,000، لا ده كل 200,000 300,000 400,000، يعني كل واحد كل ما فوق ال 200,000 يبقى ده مرض نادر. لكن في أوروبا المرض النادر واحد لكل 20,000 حالة. يشوف قد ايه ده 200,000، ده اقل 20,000، يعني كان 10% من الفرق ما بين توصيف المرض النادر في اوروبا والمرض النادر في الولايات المتحدة. لكن في العموم المرض النادر على قد ندرته لو بصينا من بعيد على حجم الولايات المتحدة الامريكية في تعداد سكانها اللي هو حوالي 300-400,000 شخص، 300 مليون، عدد المرضى المصابين بالأمراض النادرة من 25-30 مليون، يعني كأن 10% من الأمراض النادرة المجمعة الدازل ده المرض، هنجيب أسماء دلوقتي، موجود في عموم الطب وخصوصه في التخصصات المختلفة، في أمراض القلب، في أمراض النساء والتوليد، في أمراض العظام، في الأمراض، في الأمراض، الأمراض، هو مرض نادر. مرض نادر زي مثلا ممكن تجيب أصغر امرأة في العالم وكل أهلها كويسين وأطول رجل في العالم وكل أهله كويسين طبيعي طبيعيين، مفيش الكلام ده كان موجود، العملاقة العملاقة وكده وكنا جبناهم في مصر يعني. المهم ايه المرض النادر ليه كده؟ طيب والنادرة دي تساوي ايه في الاخر؟ تساوي ان الناس لما ما تمش تشخيصهم وصل في الاخر خالص ان بقى عندهم عزلة طبية، ما توصلش لتشخيصهم، ما توصلش تشخيصهم لبجد ان احيانا المرض نادر أو بجد، لأنك مش متوقع لبعض المرضى في السن ده إنها صغيرة قوي إن يجي لها المرض ده، أو إنها كبيرة والسن حائل ما بين إنك تشخصها لأنها كبرت قوي إن يجي لها المرض ده.